إذا أرجو من حضورك أخبروني عندما تكونوا جاهزين. Ready? جاهزون؟ okay. نعم. Well, I just had the opportunity to have an excellent أتيح لي المجال للانخراط في حديث متميز مع الرئيس المنتخب ترامب وتناولنا طيفا واسعا من القضايا، تحدثنا عن قضايا تنظيمية تتعلق بتهيئة البيت الأبيض، كما ذلك تناقشنا بشأن السياسة الخارجية والسياسة الداخلية، وكما قلت أمس أولويتي الأولى خلال الشهرين القادمين هي محاولة تيسير عملية انتقال السلطة بما يضمن نجاح الرئيس المنتخب، وتشجعت كثيرا باهتمام الرئيس المنتخب ترامب وحرصه على العمل مع فريقي بشأن كثير من القضايا التي تواجهها هذه البلاد العظيمة، وأنا أؤمن وأعتقد بأنه من المهم جدا بصرف النظر عن انتمائنا الحزبي أن نجتمع معا ونعمل معا للتعامل والتصدي للتحديات الكثيرة التي نواجهها. وفي هذه الأثناء أتيح لميشيل فرصة لقاء السيدة الأولى القادمة، ودار حوار جيد معها، ونريد أن تشعر بالترحاب ونريد أن يشعر بالترحاب وهما يعدان للانتقال إلى البيت الأبيض. ولكن أود أن أؤكد لك السيد الرئيس المنتخب بأننا الآن سنقوم بما هو لازم وسنبذل قصارى جهدنا لتمكينك من النجاح، لأن هذا يعني نجاح بلادنا. شكرا لك رئيس أوباما. هذا اللقاء كان مقدر له أن يستمر 10 أو 15 دقيقة لنتعرف على بعضنا بعضا، فلم يتح لي المجال للقائه قبل ذلك، واللقاء امتد على مدى ساعة ونصف وكان يمكن أن يمتد لأكثر من ذلك. ناقشنا كثيرا من الحالات المختلفة، بعضها جيد ورائع وبعض الصعوبات، وأنا أتطلع جدا للعمل مع الرئيس في المستقبل بما في ذلك الاستفادة من مشورته ولتوضيح بعض الصعوبات وبعض الأمور الرائعة التي تم تحقيقها. لذلك سيد الرئيس شرف عظيم لي أن ألتقي بك، وأتطلع إلى لقائك مرات عديدة في المستقبل. شكرا، شكرا لكم. لن نجيب عن أي أسئلة. شكرا لكم. هذه قاعدة جيدة، لا تجب عن أي أسئلة. هيا نرجو منكم المغادرة. رجل رجل رائع بحق. شكرا.